الفرحة ليست مغربية فحسب، الفرحة عربية كذلك. الجمهور الفلسطيني في رام الله تبع أطوار المباراة الحاسمة التي جرت بين المنتخب المغربي ونظيره الكندي، وهذا الإنجاز التاريخي الذي حققه الأسود بالصعود لدور ثمن النهائي. الجمهور الفلسطيني عرب عن فخره واعتزازه بالإنجاز المغربي، الإنجاز العربي. شعورنا اليوم من أرض الرباط، من أرض الميعاد، من أرض فلسطين، نبرك يعني كل التحية للشعب المغربي ولمنتخبنا الوطني المغربي الذي نعلق عليه آمال كبيرة ونعقد عليه يعني طموحات كبيرة في المباريات القادمة إن شاء الله. هذه يعني أمانينا من على أرض فلسطين كشعب فلسطيني وكخريجي جامعات مغربية، نعتز بهؤلاء المقاتلين فعلا بأسود الأطلس وديما المغرب. نقول احنا بنشجع فريق المغرب، المغرب كشعب اكثر شعب بحب الشعب الفلسطيني، واحنا مع المغرب قلبا وقالبا، وان شاء الله المغرب يربح كأس العالم. اليوم انا فرحانه بزاف بزاف لانه جينا نشجع اسود الاطلس، منتخبنا المغربي اللي بنفتخر فيه، مع سفيرنا لجلاله الملك وكل الطاقم السفاره، مع اخواننا الفلسطينيين، فكلنا اليوم فرحه واحده وسعاده واحده وبزاف بزاف بزاف فرحانين. وهذا الفوز احنا بنهديه لكل فلسطيني ولكل عربي.